السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم انا جبت لكم وصفه لتساقط الشعر، وصفه زوينه بزاف. مجرد ما غادي تشوفي المكونات ديالها غادي تتاكدي بلي راها وصفه رائعه، خصوصا ان فصل الخريف قرب كيكون فيه تساقط الشعر كتير. قررت انني نحط لكم وصفه ديال تساقط الشعر باش نحاولوا نخلفوا داك الشعر اللي غادي يطيح لينا، وان شاء الله تعجبكم. لهاد الوصفه غادي نحتاجو زريه الكتان، مطحونه، الحبه السوداء مطحونه حتى هي، ازير مطحون، ازير هادشي كله كتلقاي عند العشاب، تقولو يعطي لك وغادي يعطيه لك، الزعتر مطحون، حب رشاد حتى هو مطحون. وهاد المكونات كلها حنا عارفين الفوائد ديالها. قشور الرمان حتى هو مطحون، قشور الرمان، الرمان اللي مفيد جدا للصحة ومذكور في القرآن. والكركديل، الكركديل غادي يعطينا لون زوين بزاف للشعر. السلمية، اوراق الزيتون، هادو هما المكونات ديال هاد الوصفه. نبداو على بركه الله. بسم الله، غادي ناخذ معلقه ديال زريعة الكتان، معلقه ديال الحبه السوداء، معلقه ديال الازير، ومعلقه ديال الزعتر، معلقة ديال حب رشاد، معلقة ديال قشور الرمان. بالنسبة للسلمية هي كتغمق لون الشعر، داكشي علاش غادي ناخدو غير راس المعلقة حيت هي كتغمق اللون ديال الشعر. وكذلك الكركديل حتى هو غادي ناخدو غير راس معلقة حيت هو كيغلق كيعطي واحد اللون للشعر. وبالنسبة للناس اللي عندهم لون فاتح في شعرهم يستغناو على الكركديل بلا ما يديروه، حيت هو كيبدل لون الشعر، هو كيعطي واحد اللون جميل، ولكن بالنسبة اللي كيكون لون الشعر ديالهم فاتح غادي يغلقوا لهم، داكشي علاش كننصحهم انهم يتجنبوه. ومعلقة ديال اوراق الزيتون، اوراق الزيتون اللي راه حنا كنعرفوا زيت الزيتون شحال عنده ديال الفوائد. والاشاره البنات، هاد الوصفات اللي كنحط انا راه ماشي مجربين فقط، بل هما وصفات ديال الاخصائيين، حيت انا ضد انني نحط وصفه مجربه تقدر تنفعني انا وتضرك انت، حقاش تكون البشره ديالي دهنيه وبشرتك جافه. داكشي علاش انا كنحاول فقط نقرب لك المعلومه بالنسبه للناس اللي خدامين، الناس اللي ما عندهاش وقت يمكن لها تدخل القناه ديالي. خديتهم عند اخصائيين في التجميل، الناس اللي بحثات وخدمات ووصلات الحمد لله، داكشي علاش انا كنستافد وكنفيدكم معايا. ما تخافوش من هاد الوصفات، داكشي علاش فاش كتكون شي وصفه للبشره جافه او دهنيه راه كنقولها. وغادي ناخذ ربع كاس ديال زيت العود او حتى كاس، المهم اللي بغيتي تخلطي بها هاد الوصفه، غادي نزيدو عليها. وصفه ديال اخصائيين وزوينه بزاف للشعر، مفيده جدا للشعر، كتغذيه وفي نفس الوقت كتقويه. غادي نديروها في واحد القرعه، نخليوها في الثلاجه، غادي نخليوها لمده شهر حتى يتلقوا هاد المكونات مزيان. غنخليوها لمده شهر حتى يتلقوا هاد المكونات جيدا، من بعد غادي نبداو نديروها في شعرنا. هذا هو الخليط اللي حصلنا عليه البنات، غادي نخليوه هكا يبقى يترقد باش هاد الزيت يطلع لفوق، به غادي نبداو ندهنوا شعرنا، نابليكيوه مزيان في الشعر ديالنا. غادي نابليكيوه مزيان، نبداو بالجذور ولي بوانت والاطراف ندهنو مزيان. حنا كنجرو الشعره كنجروها باش تسخن باش تعطي نتيجه. وبالنسبه للناس اللي عندهم شعر
دهني ما يديروش بحال هكا. هذا يستعملوا الناس اللي شعرهم جاف واللي شعرهم عادي كما قلت يخليهم مده شهر من بعد يبداو يستعملوه حتى لمده 3 شهور، ما غاديش يضيع، يبداو يستعملوه حتى لمده 3 شهور. الناس اللي عندهم شعر دهني غادي يديروه قاصح، ما يديروش فيه زيت بزاف، يديروا فيه غير شويه الزيت، يديروا فيه بحال امبات يكون ما جاريش بزاف بحال هكا، ويديروه في الشعر ديالهم، يديروه يشقوا به الشعر ديالهم ويخليوه لمده 45 دقيقه، من بعد يغسلوا شعرهم باش ما يكونش فيه زيت بزاف ويزيد يزيد ليهم شعرهم. والناس اللي غيستعملوا هادي حتى هما ما يبقاوش يباتوا بالزيت، حتى واحد ما يبات بالزيت في شعره لانه كيتشرب الشعره بزاف الزيت ومن بعد كتطيح حيت كتموت. غادي يخليوه لمده 45 دقيقه حتى هما ويغسلوا شعرهم، ما تبقاوش تباتوا بالزيت في شعركم البنات. وهي القريعه ديالي انا واجده، غادي نخليها باش انا نستعملها في الشعر ديالي لانها زوينه بزاف وكتعطي نتائج زوينه. انا فيت استعملتها ودابا غادي نعاود. وانتم ما وجدوا القريعات ديالكم. يلا بسلام عليكم.